الفنان التشكيلي عبد الله المرزوق، أخصائي فنون جميلة، حاصل على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من الولايات المتحدة الأمريكية. خلال طبعا فترة عملي قمنا بعدة معارض تشكيلية لفنانين المنطقة، وبرضه في نفس الوقت أنا شاركت في عدة معارض داخلية وخارجية وحصلت على عدة جوائز. قمت بعدة تجارب فنية. الأول تجربة قمت فيها كانت تحت مسمى مجموعة البيت العربي أو سلسلة البيت العربي، وأخذت مني تقريبا فيما يقارب 4 سنوات عمل. بعدها توقفت، كنت أفكر بتجربة أخرى أقوم فيها، وفعلا كانت يعني فرصة عندي مواتية. فقمت بعمل قوس قزح الصحراء، وهذه خدت من عندي 14 سنة طبعا، وقت طويل في العمل. فهذه التجربة هي ما كانت يعني بالبساطة الخروج من قوس قزح بالسهولة كذا، على أساس أبتدأ مرحلة جديدة بالواقع. يعني قمت بعمل سكتشات للمرحلة الجديدة اللي سميتها أنا بعدين اوكوبيشن سبيس، احتلال للمساحة، وهي مور ابستراكشن، اكثر جرأة او اكثر يعني يمكن تعقيد. فانا استمتعت جدا في التعامل مع هذه المجموعة الأخيرة من، واعتبرها انليمتد يعني بروسس يعني غير منتهية يعني للأبد ترسم فيها، يعني لأن الأفكار تجي يعني الاسكتشات والإصرار والمتابعة اليومية، لأن الآن عندي متسع من الوقت، إن اليوم كله ممكن أكون في الاستوديو يعني مع الموسيقى واللون فقط يعني لا غير.